خارطة اقتصادية جديدة ستطبق قريبا، من شأنها أن تحدث نهضة اقتصادية قوية في سوريا. تلك كانت تصريحات خبراء الاقتصاد في سوريا حول المرحلة القادمة في البلاد. فما تفاصيل تلك الخطة وما تأثيراتها على الاقتصاد السوري؟ خبراء الاقتصاد في سوريا أكدوا مؤخرا على أن الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتسلم دفة الاقتصاد السوري يعمل حاليا على إنجاز خارطة اقتصاد جديدة، من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري في حال تطبيقها. وحول تفاصيل تلك الخارطة الجديدة، فأشار الخبراء إلى أن الفريق الاقتصادي الجديد يسعى من خلالها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين العرب في مختلف المجالات، الأمر الذي سينعكس على خزينة الدولة، حيث من المتوقع أن يصلها مليارات خلال المرحلة القادمة. وبحسب الخبراء، فإن الخارطة الاقتصادية الجديدة ستعمل في المقام الأول على تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، وذلك سيكون عبر عدة تحولات في هيكلية العمل والإدارة لكي تتناسب مع المرحلة الجديدة. ويرى الخبراء أن المرحلة الاقتصادية الجديدة ستتطلب اتخاذ عدة قرارات وإجراءات ضمن برامج ومشاريع من المفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور نموذج اقتصادي جديد مغاير عن النموذج الاقتصادي التقليدي الحالي. وسيعتمد النموذج الاقتصادي الجديد على عدة معايير من الكفاءة الاقتصادية والتحرير المتوازن للأسواق، إلى جانب تحرير الأسعار لتتناسب مع حجم المتطلبات والاحتياجات، وتحديدا في قطاع الاستثمار والأعمال. وأكد الخبراء على أن تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة ستتطلب تنفيذ العديد من الأمور الاقتصادية الهامة، أولها وجود نهج اقتصادي يحقق استقرارا كليا وتحكما في معدلات التضخم، إلى جانب ضمان عودة الميزان التجاري في البلاد إلى التوازن. وشددت المصادر على أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق سياسة إصلاحية شاملة في بنية وعمل المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، بما يشجع المستثمرين على افتتاح استثمارات ضخمة في البلاد. يأتي ذلك في ظل تأكيد الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن أهم شرط من شروط تحقيق النهضة الاقتصادية المرتقبة في سوريا هو اتخاذ حزمة قرارات تعتبر ضرورة للعبور إلى مرحلة التعافي والنهوض. كما أجمع المحللون على أهمية السماح بالتعامل بالدولار في سوريا، حيث إن الاستثمارات النوعية لن تأتي إلى البلاد في ظل التمسك بقرار منع التعامل بغير الليرة السورية.